إذن عودة مجددة لكم مشاهدينا، راح نروح إلى موضوعنا القادم، حيث انطلقت الدورات الصيفية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية في مجالات علمية عديدة تغطي كل الميول والهوايات، وتتضمن برامج وورش عمل متنوعة وأنشطة ترفيهية بما يفيد الأبناء من الجنسين في مختلف الفئات العمرية في العطلة الصيفية. أكيد أسماء، وللحديث أكثر عن تلك الدورات يسعدنا أن نلتقي اليوم مع دكتور علي القلاف، مدير الدورة التدريبية الصيفية 44 في معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله معنا وصباح الخير. صباح النور، الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة. حياك الله معنا دكتور. العطلة الصيفية وتوقيتكم جدا مميز، مهم جدا لاكتساب المهارات والخبرات بالنسبة لطلبة الثانوية حسب ما عرفت منك والجامعية، يعني هذه مرحلة جدا مهمة في حياة الإنسان. لكن خلنا أول شيء نبدأ معك هذا السؤال، نبي نبذة تعريفية عن هذه الدورات وطبيعتها. الدورة الصيفية والدورات بشكل عام، هي الدورة الصيفية تحديدا بدأت من 1976 في معهد الكويت للأبحاث العلمية، يقدم هذه الخدمة من هذا الوقت. وإحنا اليوم لما نقول دورة الصيفية 44، يعني إحنا تقريبا صار لنا 44 سنة ما شاء الله في إعطاء هذه الدورة وتعليم الجيل الناشئ من الفترة ديك. يعني حاليا نشوف الكل أخذ منصبه وتعلم واللي أنتج، وكل هذا بخصوص الدورة، فضل الدورة من ذاك الوقت. أكيد دكتور علي، نبي نعرف اختياركم لهذا التوقيت، ليش اخترتوا تكون بعطلة الصيف تحديدا؟ يعني احنا ندري عطلة الصيف هي عطلة الطلبة، والطلبة يكون ما عندهم شيء يسوونه، فهذا الوقت المناسب بحيث ان انت تاخذ يعني تاخذهم وتدرجهم في اطار منتج عملي يفيدهم، يفيد المستقبل ويفيد الكويت بشكل عام. ما شاء الله 44 عام يعني من العطاء والانجازات، وذكرت حضرتك الحين يعني من اللي دخلوا الى هذه الدورات الحين صاروا كبار يعني ومناصب، واكيد مناصب قياديه، وكل هذا بفضل يعني الامور اللي يمارسها الانسان في حياته، خصوصا لما نتكلم عن دورات ممكن ياخذها ويكتسبها كخبرات اصلا ممكن يطبقها في عمله. لكن اليوم يعني الاقبال في هذه الفتره تحديدا يعني، وتغيرات كثيره مرت عليكم، شلون يعني لو نقارن بين السابق والحين، هل الحين زاد الاقبال على مثل هذه الدورات؟ احنا تقريبا يعني الاقبال في ازدياد، و كل ما عرفوا الطلبة ووعوا بوجود الدورات هذه كل ما زاد الإقبال أكثر وأكثر. حاليا بناء على هذا السؤال، يعني أنا أشوف أن أقدر أقول لكم حاليا 600 طالب، تقريبا 600 وشوي طالب وطالبة قدموا على الدورة الصيفية 44. نعم. وتم قبول 134 من الفئة الثانوية وتقريبا 60 من الجامعيين. حلو. نعم. للدورة الصيفية 44 الحالية. حلو. إن شاء الله التوفيق لهم، إن شاء الله ويشدون حيلهم. إن شاء الله. أساميهم في أسامي طلعت في السوشيال ميديا عندنا، بالنسبة للثانوية الجامعيين إن شاء الله خلال قريبا يعني. قريبا إن شاء الله. قواكم الله. دكتور، هل هذه الدورات تعد تأهيلا للاشتراك بمسابقة اللي مع الكي اس ار ولا ما لها شغل؟ هي الـ 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 الدورة لما الواحد يشوف شنو اللي قاعد يسوون الطلبة، يشوف ان الطلبة قاعد يعني يدشون في 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 عالم ثاني، في عالم من البحث العلمي، تعليمهم وتدريبهم على البحث العلمي، صقل مهاراتهم، فتح مدارك يعني مستقبلهم لقدام، استيعاب. فالامور هذه وايد بينت ويانا خلال الدورات اللي طافت، الناس اللي شاركوا ويانا حازوا على جوائز من كذا مسابقات، وحازوا على يعني مراكز الأولى هم مسابقات عالمية وعلى مستوى الكويت بعد والعربية. نعم. أكيد. نعم. طيب دكتور، نعم. حضرتك تفضل. اخذي راحتك. حضرتك قلت يعني اللي تقدموا لهذه الدورة يعني عدد كبير ما شاء الله 600، لكن تم قبول 100 من الثانوية، والحين 60 إن شاء الله تعلنون عن الأسماء.
شنو المعايير الأساسية على أي أساس يتم تقييمهم أو مثلا الموافقة لمشاركتهم في هذه المسابقة؟ شنو هي الأسس؟ عندنا بنود معينة إحنا على أساس أن نقبل فيها الطالب، اللي هي يسوي عندنا مقابلة شخصية، يقدم طبعا شهادة الدرجات عنده، يبين فيها المعدل، لأن المعدل هم انفاضل فيه في حالة زيادة الأعداد. وبنفس الوقت يعني هذه تقريبا المعايير. هم خلال المقابلة نقيس إذا هو عنده نية بوجوده دائما في الدورة نفسها على ما راح يسافر وغيره، فيعني وجوده مهم بأنه يكمل كل الدورة. فهذه عوامل كلها تساعد على الاختيار. وكون ان احنا يمكن تسالين ليش العدد، يعني انا استشفيت من سؤالك ليش العدد قليل بالنسبه للمقدمين. مقدمين عدد كبير، 600، ولكن انتم خذيته لان احنا هم يعني محدودين في الـ 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 الاعداد اللي عندنا كباحثين. عندنا الباحثين هم اعداد معينه، فما نقدر نعطي كل شخص عدد كبير من الطلبه. كل واحد له قدرة استيعابية، وقدرة استيعابية المعهد كمكان هم يعني محطوطة في الاعتبار. صحيح دكتور علي، بعد اجتياز هذا الشروط القبول وغيرها، نبي نعرف الدورات عبارة عن شنو؟ شنو محتوى الدورات بالضبط؟ الدورات يعني إذا هي عبارة عن السنة هذه طبعا 9 برامج عندنا. هي احنا المعهد حرص ان كل سنة عن سنة يكون في دائما ابديت وتحديث على البرامج نفسها. فدائما البرامج تغير، دائما البرامج في منها ثابته لان مطلوبه حيل، ولكن الكونتنت مالها يتغير. يعني انا خليني اذا اقدر اقرا لك، هم 9 برامج عندنا السنه هذه. هي الكيمياء وفيزياء الاشعاع، برمجه الراسبيري باي، غذاؤنا صحتنا، الهندسه الجينيه، الهندسه العكسيه، برمجة تطوير الويب، وتكنولوجيا النانو، نافذة صغيرة لعالم فسيح، والطاقة المتجددة، وعلم الأحياء الدقيقة. حلو. فهذه تقريبا 9 برامج اللي يطرحها المعهد السنة هذه. ولو تشوفين أن البرامج فيها تنوع، ما هي يعني مصبوبة على اتجاه أو تخصص معين. صحيح. تخصص متنوعة. تخصصات متنوعة بحيث أن تلبي جميع احتياجات الطلبة. نعم. ورغباتهم. نعم. يعني كل فترة تتغير طبيعة البرامج، مثلا هل لأن احتياج سوق العمل مثلا لها، أو التخصصات مثلا تتطلب من أنه هو يعني يدرس هذه المجالات أكثر، فهذا بوابة نقول هذه الدورات بأنه هو ينطلق إلى هذا المجال أو إلى تخصص معين مثلا. أكيد أكيد. وبنفس الوقت التخصصات هذه تتيح حق الطلبة، يعني تنوعها ووجودها وتغييرها تتيح حق الطلبة أن لما يدش يعني يمارس شيء هو يبيه، وبنفس الوقت يتخذ قرار إذا كان صدق يبيه ولا لا. وايد حلو. هذا أفضل شيء، لأن احنا دائما يمكن في الحلقات السابقة كنا نتكلم عن تخصص الطالب، وين التخصص اللي ممكن أنه هو يتم فيه أو شنو رغبته. فأعتقد من انطلاقة من هذه الدورات ممكن يعرف نفسه إذا هل فعلا هذا التخصص يناسبه ولا لا، فهذه فرصة كبيرة لهم. صحيح. دكتور علي، هل في رعاة مشاركين معكم في هذه الدورات؟ عندنا يعني الرعاة الحكومية، عندنا مؤسسة الكويت التقدم العلمي وجامعة الكويت، وبعض الرعاة المؤسسات الخاصة في دولة الكويت. نعم، اللي تكون معنية في هذا الشأن الخاص. نعم. بهذه الدورات. نعم. طيب بالنسبة للطلبة يعني اللي راح ينضموا لكم في هذه الدورات، احنا تكلمنا قلنا ان هالسنة هذه مركزين على مثلا جوانب معينة، هل في رسوم مثلا معينة للاشتراك مثلا بالنسبة للطلبة اللي راح يشاركون معكم بالدورات؟ احنا يعني المعهد منذ تأسس هو جهة غير ربحية، ف الدورة مجانا تقدم للطلبة من جانب كخدمة مجتمعية لهم ودعم الكويت بالنهاية. فهذا هو، هي مجانا تقدم للطلبة. جميل، قواكم الله. دكتور علي، نبي كلمة أخيرة حاب تقولها للمشاهدين أكيد، أو أي نصيحة؟ والله يعني أنا اللي أقول للمشاهدين يعني الدورة هذه فرصة لأولادكم، فرصة للشباب نفسهم اللي يسمعوني أن يقدمون ويكونوا موجودين ويانا في الدورة الصيفية، يتعلمون في الوقت اللي هم عندهم يعني وقت فراغ، يتعلمون ما هو مفيد ويبنون
ويرسمون مستقبلهم وأخذ الثقة من هالدورات إن شاء الله، والتعلم والانطلاق في لمستقبلهم الواعد إن شاء الله، وبناء الكويت إن شاء الله في النهاية. أكيد نعم، نتمنى التوفيق لجميع الطلبة المشاركين واللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله. المرات القادمة أنه يقدر يشارك فيها. هي فرصة جدا عظيمة وكبيرة أن الواحد يشارك في مثل هذه الدورات اللي تعطي للإنسان مفهوم منظور للحياة وكيفية أداء عمله بعدين في النهاية والتخصص. ففعلا شكرا للدكتور علي القلاف مدير الدورة التدريبية الصيفية 44 في معهد الكويت للأبحاث العلمية، شكرا لك على حضورك دكتور. شكرا لكم على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية. شكرا، يعطيك العافية. حياك الله. ننتقل دانا مع السادة المشاهدين إلى فقرة طبية تتكلم عن خشونة المفاصل، وهي عبارة عن الألام، ألام تكون حادة بالمفاصل تصاحبها ورم بالمفصل وأيضا تسبب عدم القدرة على الحركة. راح نتعرف أكثر عن الخشونة أسبابها مع الدكتور محمد بهمن.